السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بسومة. اليوم غادي نحضر معكم فقاس بريستيج كيطيب في مرة واحدة بدون تكسر ودغيا، كيوجد كيتباع في الباتيسري غالي، واخا هو يعني المكونات ديالو ساهلين، يعني من الأحسن وجدوه في الدار دغيا كيوجد. كنحتاجو هنايا يعني عندي الزبدة، 250 غرام ديال الزبدة ديال الطاسة أو البواط. من الأحسن تكون عندكم الزبدة ديال العبار، أنا متوفراش عندي، غير المارغرين ما ديروهاش ما كتصلحش في هذا الفقاس. وعندي هنايا جوج بيضات، وعندي كاس ديال العنب عامر مزيان ديال السكر كلاصي، ممكن ديرو حتى الكاس ونص. عندي هنايا ساشي ديال الفاني، وعندي هنايا النكهه ديال الشكلاط، انا خلطتها مع الكراميل، هذا اختياري ممكن ما ديروش. وعندي هنا 200 حتى 250 غرام ديال اللوز خضر اللي هرمشتو، وعندي هنا من 500 حتى 600 غرام ديال الطحين. كندير الزبدة، اللي كتكون طلوقة، وكنزيد السكر كلاصي على الزبدة. انا غندير كل شيء في مرة باش نطلعهم بالباتور باش يجيني سهلة. بغيتو نتوما تطلعوها غير بيديكم او تخدموها بيديكم. وكنزيد ساشي ديال الفاني، جوج بيضات، وكنزيد طريقة ديال الملحة، والنكهة ديال الشكلاط والكراميل، أنا مخلطاهم هنايا اختياري، هي كتعطي الفقاس مذاق زوين، كيتواتى مع اللوز. نطلع كل شيء بالباتور، ملي خدمت الزبدة والمكونات كاملة كنزيد عليهم اللوز اللي هرمشتو، ممكن ديرو غير 100 غرام، مهم على حسب الذوق ديالكم. انا درت هنا 250 غرام، وكندخلها في الزبدة والسكر، غادي نزيد الطحين، غادي نجمع بيديا. هاد الفقاس ما فيهش كاع الخميره، كنزيد الطحين، ملي جمعت الفقاس كتكون العجينه ديالو مرخوفه بحال العجينه ديال الصابلي، غير كنجمعوها ما كندلكوش كاع، وكنفرق العجينه، ونفرقها على ربعة. كنحاول نديرهم متساويه، كنشكلو على فق على شكل فقاس او قطيب. انا غادي العجينه غتبقى تفرتت معاكم، العجينه ديالها بحال العجينه الصابلي. بقاو غير تضغطوا عليها هكا وتشوفوها كتفرتت، راه كتشد راسها دغيا دغيا. بلاطو اللي فرجتو بها بالفيلم أليمنتيغ، ملي شكلت العجينة اللي عندي على شكل قطبان، غادي ندخلهم للمجمد حتى يجمدوا مزيان والعجينة تجمد لينا. ممكن تبيتوها ولا تخليوها غير ساعتين، انا غادي نخلي واحد 3 السوايع عاد نبدا نقطع فيها. ملي جمد ليا الفقاس مزيان، دابا غادي نبدا نقطعو.
غابوس ماضي او لكان عندكم الكليتور يكون احسن. كنقطعو شوية يكون رقيق. هادي هي كيتقطع معانا ما كيتهرس لا والو، غير هو الموس خصو يكون ماضي. الشكل انا قطعته على شكل الدي، ممكن نتوما تميلوا الموز الا بغيتو يجيكم على شكل فقاس. وغادي نديرو في اللاطة اللي دهنتها بالزيت وكنبعدهم شويه. ملي قطعت الفقاس اللي عندي، دابا غادي ندخلو الفران يطيب على درجة حرارة 180، يعني درجة تكون قليلة يطيب على خاطرو. هو كيشد لينا الوقت، يعني صبرو معاه، كيشد من 20 حتى 30 دقيقة باش يطيب لينا مزيان وعاد نخرجو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس من بعد ما طيبتو. كيجي لذيذ بزاف وكيجي مقمش وفي نفس الوقت هشيش، واخا المكونات ديالو بساط كيجي لذيذ بزاف وفي المتناول، يعني ما فيش شي مقادير بزاف. حلوه سهله العيد او الفقاس دغيا كتوجد وما كتشدش كاع علينا الوقت. الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم واشتركوا في القناه حتى نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.